بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للأبحاث في العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي تنظمه مؤسسة سكولار وورد وايد بالتعاون مع جامعة أكدنيز كلية التربية على مدى يومين 25 و26 نوفمبر 2021. كان في حفل الافتتاح هناك فعاليات كبيرة ومتنوعة، منها كلمات من بريطانيا ومن هولندا ومن بولندا ومن تركيا ومن ماليزيا، بالإضافة إلى حضور متنوع ومتعدد من أكثر من 20 دولة حول العالم من آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكم كبير من الباحثين. وهذا أهم ما يميز هذا المؤتمر عن ما سبقه من مؤتمرات، حيث المشاركة الواسعة وأيضا المشاركة المتنوعة في الأبحاث والتخصصات والموضوعات، وهذه إضافة جديدة، إضافة نوعية، بعد آخر ونتيجة مهمة وهدف كبير تحقق من خلال هذا المؤتمر العلمي الدولي الكبير، يضاف إلى إنجازات مؤسسة سكولار وورلد وايد